صباح الخير مشاهدينا. طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة وتكون الشبورة المائية صباحا. الأرصاد تحذر بالفعل من طقس اليوم والساعات المقبلة. نستعرض مع حضرتكم التفاصيل في تغطيتنا الجوية. بجدد الترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدي صدى البلد. نواجه تلك الفترة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة وهو ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، حيث حذرت من حالة الطقس خلال اليوم السبت والساعات المقبلة. صرحت أيضا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية نصا: الجو قلب فرن وكميات تراب غريبة جدا. أكدت منار غانم على أن ارتفاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات وأننا ما زلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، تحديدا مشاهدينا من الصحراء الغربية. هذا بالطبع بيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة، كما أوضحت أيضا عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم أننا نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الوجه البحري، وأجواء مائلة أيضا للحرارة في جميع المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. من المتوقع مشاهدينا أن نشهد اليوم بخصوص درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية. وبخصوص طقس الساعات القادمة فتتوقع الأرصاد أن خلال يومي الأحد 12 مايو والاثنين 13 من مايو ستشهد البلاد فرص أمطار خفيفة جدا على مناطق من السواحل الشمالية وأيضا مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة على مدار اليوم. أما مشاهدينا عن الظواهر الجوية التي حذرت منها الأرصاد، هو نشاط الرياح على أغلب الأنحاء والتي بالطبع سوف تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متعددة من جنوب الصعيد على فترات متقطعة على مدار اليوم. تنشط أيضا بالتالي رياح على أغلب الأنحاء اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من مايو وحتما الخميس الموافق 16 من ذات الشهر. بتنشط رياح على أغلب الأنحاء بالطبع وتكون مثيرة للرمال والأتربة. نصحت أيضا في ذات السياق الأرصاد المواطنين بارتداء الكمامات في الشارع خاصة لمرضى الصدر ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وأيضا إحكام غلق النوافذ في البيت لمنع تسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية. أيضا حذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على عدد كبير من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. أكدت أيضا غانم على أن أول أمس الخميس قد شهد ذروة الارتفاع لدرجات الحرارة، مؤكدة أن هذا الارتفاع مؤقت في معظم محافظات الجمهورية. أضافت أيضا الدكتورة منار غانم في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك تأثيرا شديدا بمنخفض جوي يتمركز في غرب البلاد مصاحبا لكتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراوية. هذا بالطبع هو الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أن درجات الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى سوف تكون بالطبع أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 5 درجات إلى 6 درجات مئوية، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية في الظل. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة سريعة بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 من مايو على معظم محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 30 الصغرى 18، الإسكندرية العظمى 24، 17 الصغرى شرم الشيخ 36 العظمى، 23 الصغرى أسوان، 43 العظمى، 25 الصغرى بورسعيد، 25 العظمى 18 الصغرى حلايب، 35 العظمى 23 الصغرى. مشاهدينا الأعزاء، هذه كانت أهم توقعات طقس اليوم والساعات المقبلة، كذلك أهم الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.